يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: اسمي مشاعل وعمري 38 سنة، متزوجة وعندي بنتين توأم أعمارهم سنتين. تزوجت قبل 5 سنوات من ولد عمتي، بسبب إنه عمتي كانت تحبني وحجزتني لولدها من لما كان عمري صغير، لأني شاطرة وأمي علمتني كل شيء يخص البيت من طبخ وتنظيف وترتيب. أنا أكبر أخواتي، إحنا 6 بنات وولد. أمي جابتني وبعدها بسنوات جابت أخواتي وأخوي الوحيد. أبوي ما كان يبغاني، هو كان يبغى أول طفل يكون ولد، فكنت أشوف من ملامحه وطريقة كلامه معاي إنه ما يحبني. بعد ما أمي جابت أخويا بيومها كانت ماسكته وأنا كنت عندها، قالت لي: الولد هذا هو أمنية أبوك. أمي كمان كانت مبسوطة بجية أخويا. بعدها أمي ما قدرت تخلف ولد ثاني وجابت 5 بنات، وزاد كره أبويا للبيت والأمي. أبويا لما يشوفني كان يقول لي: لو أمك جابت بدالك ولد كان الحين عندي عيال، بس أنت جيت وجبت البنات وراك. يقول لي كلام يكسرني وأنا طفلة، وأمي ما كانت تدافع عني. أنا إنسانة أحب التعليم وكنت حابة مرة إني أكمل دراستي، بس أبويا دايما كان يقول لي: في النهاية بتروحين بيت عمتك وهم مرتاحين ماديا وما حتحتاجي شيء، إيش فايدة الدراسة والوظيفة؟ أجلسي في البيت وساعدي أمك. مرت السنوات وصار عمري 20 سنة، لا دراسة ولا هم يحزنون، ما كنت حتى أطلع من البيت. أحلامي كلها تبخرت قدامي، ليل نهار واقفة على رجولي أسوي شغل البيت، أطبخ، أنظف، أرتب، أجهز أخواتي وأخوي للمدرسة. أصحى من الصباح أجهز فطور أخواتي وأخويا، أرسلهم للمدرسة وأبدأ أسوي شغل البيت. أمي ما كانت تسوي أي حاجة في البيت، أول ما تصحى تاكل فطورها وعلى طول تروح عند عمتي، وطول اليوم تكون قاعدة عندها. بنات عمتي ما شاء الله عليهم، حياتهم كانت بالنسبة لي حلم. أبوي سامح لأخواتي وأخوي إنهم يكملون دراستهم، بس أنا رفضت لين كبرت ومرت 5 سنوات وكثير ناس تقدموا لي، بس أبوي واقف قدام حياتي ورفض إني أتزوج. أخواتي كلهم تزوجوا وكملوا حياتهم وكملوا دراستهم وهم متزوجين، وأخوي أتزوج من بنت عمتي، وأنا لسه جالسة ومحجوزة لولد عمتي. ولد عمتي اسمه ثامر، إنسان كسلان وما يحب يشتغل وما كمل دراسته، معتمد على أهله وأكبر مني ب5 سنوات. عمتي فخورة فيه وتشوفه أفضل رجال في العالم. بيوم زواج أخوي كلمت أمي وسألتها: اسألي أبويا يا أمي وكلميه، اسأليه عمتي وولدها متى بيتقدموا لي ونتزوج. ردت فعل أمي صدمتني، قالت لي: أنت ميتة على الزواج، ما تستحين على نفسك؟ ما عندك صبر؟ أعوذ بالله، أول مرة أشوف بنت تتكلم زيك، المفروض تستحين على نفسك. صرخت بوجهي كأني سويت جريمة. سكت وطلعت من عندها. أنا ما سألتها إلا لأنها أمي، هي أقرب لي من أبويا. سألتها من باب إنه هي أمي وتقدر تسأل أبويا بأسلوبها وتعرف عمتي وولدها إيش مستنين. أنا جالسة في بيت أهلي، لا كملت دراستي ولا عندي شيء أسويه، حياتي معطلة بسبب أمي وأبوي. كرهت نفسي وكرهت سالفة الحجز. كثير ناس من أقاربنا وجيراننا أعرفهم ناس طيبين وعندهم خير تقدموا لي، بس أبوي رفض. حرام عليهم، حرموني من كل شيء. كبرت وأنا أنظف بيتهم، أخويا وأخواتي اللي أصغر مني كلهم تزوجوا، بنات أقاربنا وجيراننا اللي بعمري تزوجوا وعندهم أطفال. أنا ما أدري إيش الذنب اللي سويته وليش أهلي يعاملوني بالطريقة هذه. صبرت وصار عمري 33 سنة، وكل سنة أبوي يقول لي: السنة هذه زواجك. أنا تعودت على كلام أبوي وطلعت فكرة الزواج كلها من راسي. السنوات هذه الحمد لله إنها ما ضاعت مني، تعلمت الخياطة واللغة الإنجليزية من اليوتيوب. كلمت أبوي إنه يشتري لي مكينة خياطة، الحمد لله إنه ما رفض طلبي واشتراها لي. لما علمت نفسي شوية رحت عند وحدة وأخذت عندها دورة، وهذا الشيء خلاني أصير محترفة وساعدني مرة بشغلي. الحمد لله أهلي ما وقفوا بطريقي، أصلا ما كان يهمهم أي شيء يخصني، أهم شيء عندهم البيت يكون نظيف والأكل يكون جاهز. ما كانوا يعاملوني كأني بنتهم، كانوا يتصرفون معاي كأني شغالة عندهم. أول ما بدأت شغلي كنت أخيط أشياء صغيرة لجيراننا وأقاربنا، بعدين صرت محترفة أكثر وصرت أخيط فساتين زواجات للحريم. الحريم يجيبون لي تصميم وعلى طول أحفظ وأخيط لهم. سبحان الله، ربي ساعدني، وأي شيء أشوفه قدامي على طول أحفظه، واليوتيوب كمان ساعدني إني أطور من نفسي. أنا دخلت الخياطة وتعلمتها بس عشان ما يضيع وقتي وأنا جالسة، ما
ما كنت متوقعة إنه ربي بيفتح لي منها رزق. الحمد لله، وأنا جالسة بغرفتي وما أطلع من بيتنا، ربي رزقني من حيث لا أحتسب. أنشغلت مرة لدرجة إني ما كنت قادر أسوي شغل البيت. كلمت أمي وأبوي، قلت لهم بجيب بنت تسوي شغل البيت وتساعدني. الحمد لله قدرت أجيب البنت وأعطيها راتب، وأبوي كان ياخذ مني فلوس. هو ما كان يحتاج الفلوس هذه لأنه عنده خير ونعمة. كان أبوي يقول لي طول اليوم مشغل الماكينة هذه، وبنهاية الشهر أنصدم من فاتورة الكهرباء، وكله بسببك أنت. فعشان كذا كان ياخذ مني نهاية الشهر مبلغ مرة كبير. أنا بصراحة كنت أزود له، لأني أعرف إذا رفضت بيكسر كل الأشياء هذه فوق راسي ويخليني أقفل شغلي وأجلس في البيت ولا أقدر أسوي أي شيء أو حتى إني أتحرك. بعد ما قلت الحمد لله وحياتي صارت حلوة، بيوم من الأيام أبوي جاني وقال لي ولد عمتك الحين جاهز وزواجكم بعد أسبوعين. لما أبوي قال لي الكلام هذا أنا ما صدقت. كيف زواج يصير خلال أسبوعين؟ قلت له يا أبوي كيف الزواج يصير خلال أسبوعين وإنت جاي تحطني الحين بالأمر الواقع؟ قال لي زي ما سمعتي، زواجك بعد أسبوعين، جهزي نفسك اليوم، جهزي نفسك من اليوم. أعطيت لأمك شوية مبلغ، روحي معاها السوق وبنسوي الزواج في بيت عمتك، ما يحتاج نأجر قاعة ونصرف فلوس. وافقت على كلامه. قلت له طيب، لأني أعرف أبويا، الحين هو وأمي وعمتي متفقين بكل شيء وخلاص الموضوع منتهي، وجاي يقول لي نهاية الكلام. لو اعترضت أو ما وافقت هذا الشيء مو مهم عنده، بيسوي الشيء اللي هو يبغاه. لما رحنا السوق أمي هي اللي اختارت كل شيء على ذوقها، حتى فستان الزواج، وأنا لا اعترضت ولا قلت إيه، وافقت بكل شيء صراحة، لأني أصلا مطلعة فكرة الزواج من راسي، لأني تعبت وأنا أنتظر ولد عمتي، تعبت من معاملة أهلي لي، تعبت إنه أبوي ما يحبني وما يبغالي الخير. رحت كلمت أبوي وقلت له بعد ما أتزوج أبغى أستمر بشغلي، الحين صار عندي زباين واسمي صار معروف بالحارة، تعبت السنوات هذه كلها بشغلي وما أبغاه يضيع مني. أبوي وافق لأنه مستفيد مني وياخذ مني فلوس. قفلت غرفتي اللي فيها شغلي كله ورحت سكنت في بيت عمتي. بعد ما تزوجت وكنت مخططة قبل زواجي إني أرجع لشغلي بعد 3 شهور من زواجي. بعد 3 شهور هذه من زواجي انصدمت بردة فعل زوجي، مع إنه كان موافق قبل الزواج هو وأبوي إني أستمر بشغلي، بس بعد الزواج تغير ورفض إني أروح أشتغل. قلت له طيب، دام إنك رافض إني أروح بيت أهلي وانشغل هناك وما تشوفني، خليني أجيب أغراضي هنا واشتغل في بيتنا، أعطيني غرفة من بيت أهلك في غرف مرة كثيرة فاضية. رفض وقال لي أمي مستحيل ترضى. قلت له طيب كلم عمتي، هي ما ترفض لك طلب، أنت أصغر عيالها وتحبك. الحين أنا بخسر زبايني لأنه مرت 3 شهور وهم ما شافوني ولا فتحت شغلي. قال لي أنت ليش ميت على الفلوس؟ اجلس في بيتك، أنا ما تزوجتك عشان تروحي تنشغلي وما تقعدي في بيتك، ما أبغى أسمع السالفة هذه مرة ثانية. أنا تعبت وبديت شغلي من الصفر، ما حد منهم لا عمتي ولا ولدها اللي هو زوجي ولا أبويا ولا أمي، ما حد منهم يعرف أنا قد إيش تعبت وإيش الأشياء اللي مريت فيها وما استسلمت. بعد 3 أيام رحت كلمت عمتي، قالت لي أقنعي زوجك، أنا ما أقدر أسوي لك شيء، كل واحد منهم يرميني على الثاني، حسبي الله عليهم. رحت كلمت أبويا وقال لي أنا مو مسؤول عنك الحين، في رجال فوق راسك وأنا ما أسمح لك تطلعي من شوره. أمي كانت تسمع هذا الكلام ولا سوت لي شيء ولا تدخلت ولا كلمت أبويا. بعد ما رفضوا كلهم كلامي رجعت لهذه الغرفة الصغيرة اللي جالسة فيها لحالي، ما أقدر أطلع منها، ما عندي حرية في بيت عمتي، لا أقدر أروح المطبخ ولا أقدر إني أتمشى داخل البيت بسبب وجود أخو زوجي الكبير اللي لسه ما تزوج، وزوجي ما كان يقعد معاي في الغرفة، يروح يجلس مع أمه، يروح يطلع برا البيت، طول اليوم ما أشوفه، يرجع بنص الليل، ينام الصباح ولما يصحى يطلع. أنا لحالي جالسة في الغرفة هذه ومقفل عليه، لدرجة إذا أبغى كاسة موية العاملة هي اللي تجيب لي الغداء وهي اللي توصلها لي في الغرفة، لحالي أفطر، لحالي أتغدى، ولحالي أتعشى. بعد فترة زوجي تغير، صار يسبني ويضربني ويجرحني ويقول لي كلام يحطمني قدام أهله، قدام أهلي حتى، لما نكون جالسين لحالنا يسبني من دون أي سبب ويحطمني، أنا ما كنت أسكت له، كنت أرد عليه، ولما يسبني كنت أسبه، بس هو كان دائما يضربني، لما أقول كلمة يضربني ضرب يخليني أنام، وعمتي كانت تسمع صراخي وتسمعني وأنا أبكي، بس ما كانت تسوي شيء، لمين أشكي ولمين أروح؟ خيلوا مرة زوجي ضربني لدرجة إني خفت إني أموت على يده، طلعت جري من بيت عمتي، بيوتنا جنب بعض، رحت لبيت أهلي، ودقيت الباب كأني مجنونة، ما كنت حتى لابسة عباية،
أبوي فتح لي طبعا، ما وقف جنبي لما شافني، قال لي روحي ارجعي بيت زوجك، تبغى تسوي مشاكل بيني وبين أختي؟ ضربني ورجعني لبيت زوجي، ما حد منهم وقف جنبي وأنا أتعذب في بيت عمتي. مرت سنة وعايشة في جحيم، وعمتي وولدها يسمعوني كلام قدام الناس، أخو زوجي الكبير تزوج، وتعالوا شوفوا معاملة عمتي لسلفتي. عمتي كانت تعامل سلفتي معاملة خاصة، تدللها وتدلعها وما ترضى عليها بشيء. ما شاء الله تبارك الله، عندها بيتها الخاص يعاملوها أحسن معاملة، وأنا لما طالعت فيها شفت إنه أهل البنت هذه واقفين جنبها. قلت لنفسي عشان كذا عمتي تحترم البنت هذه، لأن أهلها واقفين جنبها، فعمتي تدري إنه البنت هذه مو الحالة، مو زيي أنا، ما حد واقف جنبي وأهلي بايعيني. تعذبت بحياتي من لما كنت صغيرة إلين ما كبرت، لا شفت حب أمي وأبوي ولا عطفهم علي. كبرت وأنا محرومة من كل شيء، والحين يعايروني إني ما أقدر أحمل لأني كبيرة في العمر. مين اللي حجزني لولدها وخلاني أقعد في بيت أهلي السنوات هذه كلها بدون زواج؟ هي نفسها عمتي اللي اليوم تعايرني وتقول لي أنت عقيم ما تقدر تخلفي، تعايرني بشيء هم السبب فيه، لو مو هم كان أنا الحين متزوجة وعندي أطفال. ولد عمتي اللي هو زوجي يقول لي نفس كلام أمه، وكأنها معلمته، نسخ لصق، يحطمني قدام الناس، ولما نكون لحالنا يكسرني ويحطمني بالكلام. أخواتي وأخوي كل واحد منهم سكن بعيد عننا، وما حد يدري بالجحيم اللي أنا أعيشه، ما حد منهم يتصل ويسألني عن أحوالي، وهم عارفين قد إيش أنا كنت أتعذب في بيت أهلي. أنا اللي كنت أصحيهم الصباح، وأنا اللي كنت أجهز لهم ملابسهم وفطورهم، آخر شيء لا يتصلوا ولا يسألوا عني. هم نسوا أصلا إنه عندهم أخت كبيرة كانت تهتم فيهم من لما كانوا صغار. أحيانا لما يجون أخوان زوجي زيارة وهو يكون جالس معاهم، يكلمني يقول لي تعالي أنت جيبي لنا القهوة ومدري إيش، كان يسوي الحركة هذه. كنت أنزل من غرفتي وأخذ صينية القهوة من العاملة وأروح أوقف عند المجلس، وعلى بال ما أنتظر يطلع كنت أسمعه يسبني عند أخوانه. تخيلوا إنه كان يوصف شكلي لأخوانه، كان يوصف شكل جسمي لأخوانه، ويقول لهم إن أنا كبيرة في العمر وعندي ترهلات. كان يقول لهم كلام مرة كثير ما أقدر أقوله من كثر ما أنا خجلانة من نفسي. كان يقول لهم إنه هو خايف إني ما أقدر أخلف وأجيب له عيال، يتعمد إنه يجرحني بالكلام غير الضرب إذا قلت كلمة واحدة. صبرت ودعيت ربي إنه يرزقني بأطفال، لعل وعسى إذا جبت له أطفال يتغير، بس لا تغير لا هو ولا عمتي، بالعكس زاد عذابهم لي والأطفالي. حتى أبويا لما عرف إنه أنا خلفت بنتين ما جاء وزارني، كلهم كرهوا بناتي. إيش ذنبي إذا أنا ربي رزقني ببنات؟ يمكن ذنبي الوحيد بهذه الحياة كلها إنه أنا بنت من الأساس، وإنه الحين كمان خلفت بنات. وهذه قصتي، دمروا حياتي الله يدمر حياتهم، أدعي عليهم ليل نهار الله ينصرني عليهم نصر عزيز مقتدر. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.